وقع اليوم مع أيوب دابا على أصوات. اليوم في أشواق اليوم غادي نتكلموا لكم على فضيحة الأحزاب المغربية في انتخابات مجلس المستشارين. يا هذه الفضيحة مجنادل، يا هذه بدون سمو حناجل، لا فضيحة كبيرة. افتتاح البرلمان غدا، توحشنا البرلمان. غادي نرجعوا نتكلموا لكم على القصة ديال الإعلامية المحترمة ريهام سعيد، مع شكون غادي تكون معنا، مع زميلنا الصحفي أحمد مدياني. غادي نتكلموا على أيضا على المنتخب المغربي. واليوم مستمعينا غادي تكتشفوا معنا أن في المغرب كاين واحد السيد حال هادي هو مخبي، والبارح في الأخبار بين على الشخصية الحقيقية ديالو. كنتكلم لكم على النمر المقنع. لن أيأس أبدا، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشرور. شكون هو النمر المقنع في المغرب؟ عندي لكم الإجابة من دابا واحد شوية. هو وزير مغربي. من بعد دقائق غادي تعرفوا على هذا الشيء كامل، وأيضا غادي نتكلم لكم على هذه المواضيع كاملة من دابا واحد شوية. مرحبا بكم معنا في الحلقة السادسة من برنامجكم أشواق اليوم مع أيوب. غادي نبقاو دابا بالموسيقى. صافي أسماء المنور، بقاو معنا. أصوات أجي تسمع كل الأغاني اللي كتبغي. أنا هي هي ما تبدل فيا والو، هو تبدل عليا ولا شايف حالي. أنا ماشي شغلي أسيدي، خليني دغيا دغيا دغيا.
منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم الموسيقى اللي كتعجبك كاينة على أصوات 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 اسمع وتمتع اخبار اليوم. مرحبا بكم معنا برنامجكم اش وقع اليوم مع ايوب. اش نوقع البارح في مقر الاحزاب المغربيه. زلزال زلزال اقل حاجه اللي نقدروا نقولوا ان كان البارح زلزال في اغلب الاحزاب المغربيه ولا نقدروا نقولوا البارح شي وحدين في الاحزاب كانوا بحال هكذا. جريمة مصيبة وزيد علاش؟ حيت البارح جا واحد البلاغ ديال اللجنه الحكوميه المتابعه للانتخابات دارت واحد اللائحه فيها عدد من الاشخاص اللي تمت المتابعه ديالهم امام قضاء تحقيق بمختلف محاكم المملكه هما 26 شخص ما بيناتهم وسمعوا مزيان 14 مترشح في الانتخابات ديال مجلس المستشارين اللي دازوا السيمانه اللي فايته. الوعره ان 10 من هاد 14 الواحد نجحوا فعليا في الانتخابات وعندهم مقاعد في مجلس المستشارين. هذه اول مره اللي الصحافه كتوصلها ليستا لائحه فيها اسماء ديال الناس اللي متابعين في الرشاوه ديال الانتخابات وفيها بالطبع هاد الناس منتمين لإناء احزاب. كاين بزاف ديال الاحزاب المغربيه اللي متورطه في هاد الفضيحه، احزاب مغربيه شريفه عفيفه. نهار الاثنين كنت تكلمت لكم مطولا على الانتخابات ديال الغرفه الثانيه ديال مجلس المستشارين وكنت قلت لكم ان الحزب اللي ربح في الانتخابات هو حزب الاستقلال وتابعوا حزب الاصاله والمعاصره وتابعوا حزب العداله والتنميه وعاد جاوا الاحزاب لواحد اخرين اللي كاينين. وشوفوا سبحان الله اللائحه اللي وصلت للصحافه ديال اللي فيها الاحزاب متورطين في هذا الشيء ديال الرشاوه. الحزب اللي عنده أكبر عدد ديال المستشارين متابعين في قضايا الرشوة عاوتاني سبحان الله هو حزب الاستقلال. شكون اللي تابعوا؟ تابعوا حزب الأصالة والمعاصرة وتابعوا حزب العدالة والتنمية. سبحان الله لو ميم اوردر ما تبدلوش. الله يلا الصلاة والسلام. حزب الاستقلال عنده 4 ديال المنتخبين اللي متهمين بشراء الأصوات. غادي نقول لكم السميات ديالهم واحد واحد. لا ما نقدرش نقول لكم غير كنضحك، ما نقدرش نقول لكم لسمياتهم لان القضيه مازال في التحقيق. واخا حزب الاستقلال عنده 2 ديال المرشحين اللي شراو الاصوات ولكن ما ربحوش. حزب الاستقلال عنده 10 ديال المتهمين بشراء الاصوات لفائده مترشحين. يا ذي الفضيحه ام جلاجل يا ذي الدرس ام حناجل. حزب الاصاله والمعاصره عنده 2 ديال المنتخبين اللي متهمين بشراء الاصوات وواحد اللي متهم بشراء الاصوات لفائده المترشحين. يا ذي الفضيحه ام جلاجل يا ذي الدرس ام حناجل. ومازال الفضيحه هي جايه. أجيريا الحزب اللي صوتوا عليه المغاربه لمحاربه الفساد وحزب العداله والتنميه اللي تهوى بخبيزته على حسب البلاغ. وهذه اللائحه كتقول ان الحزب ديال العداله والتنميه عنده 2 ديال المنتخبين اللي تهما متهمين بشراء الاصوات. يا ذي الفضيحه ام جلاجل يا ذي الدرس ام حناجل. زيادة على هادشي كامل حزب التجمع الوطني الأحرار والحركة الديمقراطية الاجتماعية اللي جاهم بعد. شنو كيعني هادشي؟ كيعني 2 ديال الحوايج. أول حاجة هاد اللائحة كتبين أن الناخبين الكبار اللي نتوما المواطنين صوتوا عليهم يقدروا يتلعبوا بالرغبة ديالكم ويربحوا على ظهركم بزاف ديال الفلوس. ثاني حاجة هاد اللائحة وهاد الشهداء ديال الأحزاب هي مزيانة للديمقراطية في المغرب وبالعكس الدولة بهاد اللائحة كتوجه واحد الرسالة لكل واحد كيتلعب بأصوات المواطنين أنه يقدر يتابع. وهاد اللائحة غادي ترجع الثقة للمواطنين في التصويت لأن كاينه المحاسبة. لكن السؤال شكون اللي عنده المصلحة أن هاد اللائحة تخرج بهاد السرعة وتوصل للصحافة؟ للعلم أن المصالح ديالنا وأن الدولة ديالنا كتواصل مع الصحفيين إلا احتاجوهم يوصلوا لهم شي رسالة معينة وهذا الشيء اللي وقع. نسبيا الجواب عرفوا عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال اللي في حساب ديالو على الفيسبوك اتهم وزارة الداخلية. شير تدخل سوق راسو. لا ما هو ما دخلش سوق راسو، هو ما خافش من وزارة الداخلية وقال بأنها كتخوض حرب بالوكالة على حزب الاستقلال وأن اللائحة صدراتها ضدا في حزب الاستقلال وقال بأن هذه اللائحة هي إدانة مسبقة قبل ما يكون التحقيق وقال بأن هذه اللائحة هي سلوك اللي كيخلي أي حديث عن الديمقراطية والحكامة العادلة وقرينة البراءة مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر وقال بأن هذا الشيء ابتزاز واضح.
هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده. قال كلام كبير. مسلسل الانتخابات ديال الغرفه الثانيه مازال ما سالاش، وكل هاد المتهمين غادي يتحاكموا قدام العداله. حزب العداله والتنميه بصوت بوانو اكد ان براءه الاعضاء ديالو، وقال ان القضاء هو اللي غادي يحسم في هاد الشيء كامل. المهم من هاد الشيء كامل، حنا نهار اثنين سي بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكيه كان ضيف ديالنا، كان ضيف ديال اشواقع، وكان قال لنا بان الانتخابات كانت فضيحه. ما حدث بالامس فضيحه كبرى. والله لو عندك صحه سي بن عبد الله قلتيها، مجلس المستشارين كيبقى فضيحه. ما حدث بالامس فضيحه كبرى. يلا اخبار اليوم. مازال دائما في اخبار اليوم غادي نهضروا لكم شويه على الرياضه، على الكره، على الفوت. غدا ونهار 12 ان شاء الله من هذا الشهر غادي يلعب المنتخب المغربي لكره القدم جوج ديال اللقاءات اعداديه بالملعب الكبير الاكادير. الزكي اللي قال ان في هذه اللقاءات بغى يسعد المغاربه وبغى يلقى التشكيله المناسبه اللي غادي يلعب بها في اللقاءات الرسميه. يوسف الحداوي زميل ديالنا تلقى بدو الزكي، غادي نسمعوكم مقطع صغير من الحوار ديالو. يحضر معنا الناخب الوطني بدو زكي اللي غادي نتحدثوا معاه على مستجدات المنتخب الوطني المغربي، وايضا شنو اهداف ديالو من خلال هذه المباريات. سي بدو زكي صباح الخير. شكرا اخ يوسف، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام من راديو اصوات. اذا سي بدو زكي، ناديتي على 26 لاعب من اجل خوض هذه المباريات، شنو ممكن تقول لنا على هذه اللائحه والجديده ديالها؟ كنت نتمنى تكون اللائحه بالشكل اللي باغي 100%، ولكن مع الاسف وبعض الاعطال اللي خلاتنا ما تعطيناش واحد الفرصه بشكل اللي باغي، ولكن تنظن بان اللائحه في الجميع موسعه بحكم عندنا جوج مباريات مهمين. يعني من يوم الجمعه يوم الاثنين غادي نلعبوا جوج مباريات من مع منتخبات من خيار صافيل، الاولى مع بطل افريقيا والثانيه مع غينا، واللي كنعرفوا الحجم والدور اللي كت وكرة القدم الغينية والمثلا اللي كتحتل في افريقيا. الاهداف نحن اللي شاف اللائحة اللي كتتم على 26 لاعب اللي غادي نحاولوا مع مش 100% نحاولوا نعطيو الفرصة للجميع على حسب الاكراهات او على حسب الظروف او مجريات اللعب، باش يمكننا ان نوقفوا على بعض الجاهزيه ديال بعض اللاعبين، نعطيهم فرصه ونشوفوا اش هو المرضي تاعهم. اذا هاد اللائحه اخبار اليوم. هذا كان الحوار ديال يوسف الحداوي، والحوار غادي نحطوه لكم كامل في المواقع الاجتماعيه باش تسمعوا شنو قال بدو زكي على اللقاءات اللي جايين. غدا الجمعه مستمعينا غادي يفتتح جلاله الملك محمد السادس الدوره الخريفيه للبرلمان. هذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني ان غادي يبدا موسم جديد من البرلمان المغربي. وشنو كيوقع حنا عندنا في البرلمان المغربي؟ يعني انا كمقدم لهذا البرنامج كنتظر هذا الموعد باحر من الجمر، لان البرلمانيين ديالنا كيديروا لينا علاش نهضروا. شكرا بزاف البرلمانيين. غدا افتتاح الدوره الخريفيه للبرلمان، خاصنا نحتفلوا بهذا الموعد، وباش نحتفلوا اكثر بهذا الموعد غادي نسمعوكم احسن موقع في البرلمان العام اللي فات. هذا اهداء لكل البرلمانيين وكل البرلمانيات اللي هما كيمتعونا في احسن سيتكوم سياسي في العالم. اسمح لي حي البرطابر عندك اشكال؟ ما عنديش. ما كاينش. شي المحكمه وتخلص هاد الدعاره وتحافظ على دائرة تجد فيها طبيعة الصحراء والشواطئ الدافئة لتشكل بانوراما ساحرة. وين راضي راه هذا برلمان ماشي سوق. نترأس انا نمشي نضرب الغرزة ديال إضافة إلى المآثر التاريخية والفولكلورية الشعبية. سريعه الضحكه ديال بن كيران توحشناها، هو حقا ماشي غير بن كيران اللي توحشناه، من كل البرلمانيين. وحشتك بزاف باغي نشوفك. ما بقى والو، غدا ولا بعدو غادي يبداو الجلسات ديال البرلمان. حديث البلاد. حديث البلاد، شكون اللي كان البارح في الاخبار ديال 8 ديال الليل في ميدي ان تي في؟ كان وزير الخارجيه المغربي صلاح الدين مزوار اللي جاي يتكلم على كيفاش الدبلوماسيه المغربيه تعاملت مع الازمه المغربيه السويديه. سي مزوار في هذا اللقاء الصحفي بلا ما يعيق
كشف على الهوية الحقيقية ديالو. اكتشفنا أن صلاح الدين مزوار ماشي شخص عادي، ماشي وزير خارجية عادي، ولكن هو النمر المقنع الحقيقي. لن أيأس أبدا، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشرور. غادي نشرح لكم علاش هو النمر المقلع. مزوار في الاخبار في قناه ميديا ان تي في شرح لكل المشاهدين والصحفي اللي كيستجوبوا كيفاش خلع وزيره الخارجيه السويديه اللي تلقاها في الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك، وكيفاش رغمها انها تبدل الموقف ديالها من مغربيه الصحراء. عقدت 4 اجتماعات في نيويورك مع وزيرة خارجية السويد، وطرحت عليها بالطبع كل هذه النقاط هذه بكل يعني وضوح، وقلت لها بأنه اليوم وصلت كبلد إلى حد الذي لا يمكن للمغرب ولا للمغاربة أن يقبلوه. ربما الخط الأحمر يعني. الخط الأحمر نعم. تجاوزتموه. نعم، سمعتي شنو قال لها؟ قال لها الخط الأحمر تجاوزتموه. كون كان وزير عادي نظن فاش غادي يقول هذه الهضره للوزيره الخارجيه السويديه ما كانش غادي تديها فيه، ولكن مادام سي زوار هو النمر المقنع تهزات وتفعفعت وقالت لي حنا ما غاديش في هذا الاتجاه وهذا ماشي موقفنا وهذا ماشي التوجه ديال الحكومه. اذا قلت لها الا ما كانش التوجه ديال الحكومه وحنا كنلمسوه عمليا صحيح خرج حل بانه ماشي موقف الحكومه السويديه. يلا السيد ماشي وزير عادي، قال لي عندك راه وصلت للخط الاحمر وهي تزعزعات وتفنفنات. والسيده ملي تخلعات السي مزوار قال لها الا كنتو نتوما متابعيننا في هذا الشيء بسيري خرجي وقولي لها هذا الشيء. صدر البيان الاول اللي كتقول فيه بان الحكومه السويديه لم تعترف بما يسمى بالجمهوريه الصحراويه وانها ليس لها نيه الاعتراف بالجمهوريه الصحراويه. درنا الاجتماع الثاني وقلت لها هذا الشيء مزيان. قال لا هذا شيء مزيان طبعا لا داك شيء زوين وي 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 سيد صعيب ولا سي مزوار ما كيوقفش هنا ما وقفش الهضره ديالو غير هنا سمعوا مزيان شنو قال سي مزوار سمعوا شنو دار الوزيره كان هو اللي كيحكم فيها كيقول لها ديري هذا الشيء كديرو كيقول لها ما تكتبيش هذا الشيء ما كتكتبوش كتبي هذا البلاغ كتكتبو. النقطه الثانيه اللي مازال خصك توضح فيها لان الرأي العام الوطني المغربي ينتظر ذلك والحكومة المغربية تنتظر ذلك ما دام هو موقفكم من القضايا المرتبطة بالاقتصاد لأن قلت لها منذ البداية المغرب سيتعامل الند بالند بالمثل يعني المثل المغرب سيتعامل بالمثل طبعا قلت لي احنا عمرنا ما درنا هذا الشيء هذا وما عندناش توجيهات إلى آخره تصدر بيان يلا قال لها صدري البيان وهي دير البيان ولا هو اللي كيحكم فيها. انا حاس كنت حاس بها ان وراء الكوستيم ديال السي مزوار كاين السلهام كاين هذاك الكولون البوتيو والقناع ديال النمر المقنع. لن أيأس ابدا لن استسلم ساخلص الحلبة من كل الشرور. لا صعيب ودابا ما تبقاوش نتوما تحشموا وتقولوا ان المغرب كيتحكموا فيه الدول الاوروبيه هذا الشيء ما كاينش لا مادام كاين السي مزوار بوحدو هو تقدر تحكم في السياسه الخارجيه لدوله السويد يعني خصكم لابد تفتخروا باننا عندنا وزراء بحال هكا. لن أيأس ابدا لن استسلم ساخلص الحلبة من كل الشرور. سي مزوار الله يلا جمعك هذاك القناع. يلا بقوا معنا مستمعينا برنامجكم اش واقع اليوم مازال مواصل معاكم. دابا غادي نتكلموا لكم على القصه ديال واحد المصريه عندها شي مشكل مع المغرب. هاد السيده هادي شكون هي؟ غادي نتكلموا لكم على ريهام سعيد هاد الصحفيه المحترمه اللي جات المغرب على اساس انها غادي دير برنامج على المغرب صدقات جايه كدير برنامج على الشعوذه والدعاره. معنا اليوم مباشره زميلنا الصحفي احمد المدياني نظن اكثر واحد كيعرف ريهام سعيد في المغرب. احمد مرحبا بك معنا في البرنامج اش واقع اليوم. كي داير اخويا لاباس؟ مساء الخير لاباس عليك بخير مهني مرتاح كل شيء بخير والله الا بخير الحميدين الشاكرين. اخويا احمد انا عندي لك 5 ديال الاسئله اليوم وخاصك تقنعني بالاجابات ديالك وتقنع كل المستمعين. مرحبا بكل فرح. اول سؤال لك اخويا احمد واش كتعرف مزيان ريهام سعيد؟ هو بحكم الاشتغال في الصحافه الدوليه واشتغالي بزاف على الملفات في الصحافه المصريه كنعرف ريهام سعيد ومجموعه من الاعلاميين المصريين الجداد اللي ولاو كيلعبوا بزاف على الإثارة في البرامج ديالهم وخاصة في مجموعة من المجالات سواء اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية
خويا هان سعيد وحده من هذا الجيل ديال ماشي صح كنسميهم منشطين اعلاميين اللي ولاو كيقلبوا على الاثاره والبوز في مواضيع بعض المرات اللي كتكون غريبه جدا بحال مثلا الشاب سعيد داز بواحد الصحفي اللي كتستقبل واحد السيد اللي كيقلب على شي ديال الماء في المريخ. خويا احمد ما كنسمعوكش مزيان، عندك شي مشكل ديال الريزو؟ عندك شي مشكل ديال الريزو؟ كيف قلت لك ريهام سعيد هي جزء من جيل جديد ديال الاعلاميين المصريين. كتسمعني دابا مزيان؟ دابا كنسمعك مزيان. نعم، ديال الاعلاميين المصريين اللي كيقلبوا على الاثاره وكيقلبوا على مناقشه مجموعه من المواضيع بقالب بعيد كل بعد على الواقعيه وبعيد كل بعد على الاستيعاب من طرف الناس اللي هما عاقلين. خويا احمد سعيد الاعلام المصري واحد السيده اللي كتقلب دائما على امور مرتبطه بالجن، مرتبطه بالشهوده، مرتبطه بكائنات فضائيه، مرتبطه بغيبيات. وكاين مجموعه من البرامج في مصر، مثلا برنامج ديال توك شو كيدير في اذاعه مصريه معينه، قناه تلفزيونيه معينه كتشتغل في مصر، كيقدم ريهام سعيد دائما في ذاك التوك شو على اسم واحد الانسانه غريبه جدا، واحد الانسانه اللي كتقلب فقط على الامور اللي عندها علاقه بالجن والشهوده. وشنو هي صحه الاخبار اللي كتقول ان ريهام سعيد جات المغرب باش تقلب عاوتاني على الجن والشهوده؟ بان جات في الحقيقه انها تصور واحد البرنامج على المغرب واستقات دارت برنامج على الدعاره والشعوذه، واش هادشي بصح؟ نعم، كيف ما سبقوا كشفوا الزملاء في موقع احاطه وكانوا هما السباقين لهذه المساله، ريهام سعيد جات المغرب على اساس انه قدمت طلب للمركز السينمائي المغربي على اساس انه هو الجهه المخول لها كيفاش يعرفوا المغاربه باش تعطي تصريح انك تصور خارج الاستوديوهات، وصفت كذلك طلب لوزاره الاتصال. الطلب كان موقع من طرف المدير، رئيس المدير العام ديال قناه النهار، وفيه طلب تصوير مشاهد خارجيه متعلقه بالسياحه وكذلك اجراء مقابله قصيره مع المغني المغربي الشاب سعد المجرد. لكن اتضح من بعد انه ريهام سعيد جات هنا دارت زياره لامنيه، امنيه كنعرفوا انها فيها ما يسمى بمحكمه الجن، حاولت ما امكن انها تصور مجموعه من المشاهد، كذلك تكلم على المواضيع ديال الدعارات ما، ولكن كيف اللي كيعرف ريهام سعيد ما يمكنش لانه يسمح لها تعالج مواضيع من هذا الشكل هذا، على اعتبار انه القالب اللي كتقدم به يعني البرنامج ديالها هو قالب فضائحي. تخيل معايا واحد النهار ريهام سعيد جابت واحد السيده تعرضت للاغتصاب، محاوله اغتصاب جماعي، جابتها للبلاطو وعاودت عرضت المقطع اللي تعرضت فيه على الشاشه بشكل مباشر. مجرمه الناس، الناس ديال علم النفس والناس اللي كيعالجوا هاد الناس اللي كيتعرضوا لعمليات ديال الاغتصاب كيحاولوا ما امكن انهم يبعدوا هاد الناس، يعاودوا شي واحد غير يعاود لهم، فما بالك انك تجيب هالستوديو وتهضر بوجه مكشوف وفي نفس الوقت توري تعاود تشوف مع المشاهدين المشهد اللي تعرضت فيه المحاولة اغتصاب من طرف الناس اللي كانوا معاهم. واش بصح ان وزاره الاتصال في المغرب جرات على ريهام سعيد؟ لا، ريهام سعيد رجعت للصورات لكل شيء، فهمت الميساج، حاولت تدخل السفير المصري، حاولت تهدد الدرك الملكي في منطقه امليل، ولكن فهمت الميساج انه يعني السمعه ديالها اللي سابقاها والناس اللي كتعرف كيف ما قلت لك القالب ديال البرامج اللي كتقدم كيفاش دايرين، رجعت للفندق ديالها وخدت اول طائره باش رجعت لمصر وسالت الامور هكا. سي احمد بدياني صحفي اعلامي مغربي، سؤال لك، مالهم الاعلاميين المصريين مع المغرب؟ هو هاد المساله ديال الاعلام المصري خصك تعرف انه ما بقاش مجال اللي هو مضبوط. الاعلام المصري ولات فيه بزاف ديال القنوات، ولا ممكن واحد انه يفتح قناه على في الانترنت، كثرت المنافسه ما بين القنوات الكثيره في الاعلام المصري، يعني ولات ما كاينش مشاكل غير مع المغرب. يجي تبع الاعلام المصري يوميا تلقى مشاكل مع المغرب، مشاكل مع تونس، مشاكل مع الصين، مشاكل مع الموزمبيق، مشاكل مع كوالالمبور، يعني في اطار هذه المنافسه اللي ولات داخل الاعلام المصري، ولاو كيقلبوا الناس على برامج اللي هي مبتذله جدا وبرامج اللي كتحاول ما امكن. انا باش نفهم مزيان الخوت المغاربه ويفهموا مزيان فين وصلت لدرجه الانحطاط. تخيل كيف قلت لك قبيله هاد في قناه النهار واحد الاعلاميه مصرفه واحد الواحد كيسمي راسو عضو في تجمع ديال علماء الفضاء في امريكا، كيقول لها هيلاري كلينتون وزيره الخارجيه السابقه وبوتين من المتحولين الفضائيين وهابطين للارض، وكاين واحد المخطط وهذا اكتشاف الماء في المريخ هو مخطط باش يقوموا بالدفي نفي الناس. وتخيل هي سولته قالت له واش كتهضر معاهم؟ قال لها كنهضر معاهم. ويتقول لي وما قالوش على شي وحدين خايبين عندنا انا مثلا بحال الاخوان. لا هذا برنامج علمي. لا يعني برنامج ديال قناه مسؤول سؤال جواب، ماشي ضحك ولا توك شو ولا شي حاجه. هذا الشيء بالمعقول دايرينه؟
هادشي بالمعقول كاين في هاد القناة في سوريا؟ نعم استضافة سبحان الله ونصف السيد بالدكتور يعني مسائل اللي ممكن أن لا تبعتها بشكل يومي قلت لك سواء في السياسة سواء في الاقتصاد سواء في الثقافة سواء في الأمور الاجتماعية لا تبعتها غتشوف أنه مشكل ماشي مع المغرب مع بزاف ديال الناس على اعتبار كيفاش كيعالجوا المواضيع. ايوا خويا أحمد الدياني حنا ما غاديش نتابعوهم بارك علينا خويا القنوات ديالنا بخير ما كيديروش لنا هادشي. كنشكرك بزاف سي أحمد الدياني كنتي معنا اليوم تبارك الله عليك. هادشي اللي سمعت من احمد مديالي عجيب وغريب. يلا غادي نسالي معكم البرنامج اشواق اليوم مع ايوب بختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسك اخبار كتقول ان البرنامج من سيربح المليون مع جورج قرداحي على قناه ام بي سي غادي يرجع مره واحده اخرى وغادي يرجع باكبر جائزه ماليه. اخبار مؤكده ان الجائزه الماليه واخدينها اساسا من جيوب بعض المستشارين في الغرفه الثانيه المغربيه غادي يربحوا بزاف ديال الفلوس. خبر ثانيه انطلقت الحمله التحسيسيه للسلامه الطرقيه في المدارس المغربيه. شنو هذا الشيء؟ البوليس كيمشيو للاقسام للتحسيس بالسلامه الطرقيه. هذا الخبر ما عجبتش جمعيه الاباء اللي قالوا ان مصروف الاطفال غادي يتزاد بزاف لان اول درس كيتعلموا هو شحال خاصك تعطي البوليسي باش ما يديش لك البيرمي. اخر اخبار دروس التاريخ من بعد سيدي مولاي محمد الاول اللي اكتشف امريكا اليوم عرفنا ان سيدي مولاي محمد الاول هو اللي صاب الاسبرين. المغاربه بروميير كاليتي في العالم. شكرا لكل المستمعين كل المستمعات البرنامج اشواق اليوم مع ايوب صافي كيتسالى غادي نلتقيو بكم نهار اثنين ان شاء الله حلقه جديده. كنشكر كل المستمعين وكل المستمعات اللي متابعينا من دابا دقائق غادي تلتقيو مع برنامجكم جار قبل الدار. خليت لكم الخير نهاركم سعيد. أشواق اليوم مع أيوب على أصوات